دكتور محمد حمدوني، رئيس الهيئة الحيواني بنابل بمندوبية السلاحة بنابل. فيما يخص الحالات تاع الكلب بولاية نابل، عندنا حاليا 33 حالة مؤكدة، عن طريق التحليل المخبري، وعندنا حالتين اشتباه، أي معناها فيما إجماله 35 حالة. كما قلنا نعاود، وعندنا 33 حالة مؤكدة عن طريق التحليل المخبري، وعندنا حالتين اشتباه اللي تعذر علينا التحليل. في الحالة هذه نعتبروها حالة إيجابية، ونقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية على أساس أن هي حالة إيجابية. سي محمد، 33 حالة بين كلاب وقطط؟ أي حالة إيجابية بمختلف حيوانات. مختلف الحيوانات، أما كما قلت أغلبها كلاب وقطط. بالنسبة هذايا بالنسبة للتحاليل، وعندنا كذلك عندنا 34 تحليل سلبي، اللي قمنا عن طريق منها بعد حالات الخدش وبعد اعلامنا من طرف الاطباء البيطرة القواص او من طرف الدوائر الصحيه بالاداره الجويه للصحه، نقوم بعمليه باخذ العينات وارسالها الى المخبر. عندنا 34 24 في 24 حاله سلبيه، معناها تحاليل ظهر ان ماهيش حاله كلب. بالنسبه لل حملة التلقيح ضد داء الكلب بالنسبة للحيوانات، عندنا وصلنا 29100، أي ما يعادل حوالي 64-65% من نسبة تحضيرات التلقيح. القطيع متاع الكلاب والقطط، اللي هي بما معدله معناها حسب التقدير اللي موجود 45000 رأس، وهذا بالطبيعة هو يشمل الكلاب السائبة والكلاب اللي ممكن تلقيحها والكلاب التي هي مملوكة ولا يمكن تلقيحها لأن هي سائبة مسيبة، ومن أهلها مالكوها ما ينجموش يشدوهم لأنهم هم مجعولين للحراسة أو يمشوا يسرحوا ويرجعوا، كان يرجعوا للديار كان للماكلة وكاو. وهذاك علاش بالنسبه لنا نحن احسن نصيحه ننصحها اللي يلزم المواطنين يحاولوا اللي عندهم الكلاب اللي نسيب يحاولوا يربطوهم ويعلمونا. عندنا 5 مراكز قاره وزدناهم مركز سادس اللي هو مركز بني خلاد، هذوما معناها على طول التوقيت الاداري دونك مفتوحين، ينجموا يجونا ينجموا يلقونا، وماذا بينا زاد كيف في اي حاله خدش ماذا بينا يتصلوا اقرب مركز صحي للعلاج واعلامنا بذلك للقيام بالاجراءات الصحيه والوقائيه اللازمه. بالنسبه للكلاب السايبه، لا ثم شكون الكلاب السايبه نورمالمون، ثم الجماعات المحليه هما اللي يقوموا بالشيء هذا. نقولوا نحن معناها لا جيستيون دو لا بوبيلاسيون كانين على بروبريتي دي كوميونيتي لوكال، فيما يخص يا اما بالقنص او ان شاء الله نقولوا القنص ماذا بينا نحن اخر حال، لكن نحن في الجمهوريه التونسيه بما انه عندنا 9 حالات كلب بشري دونك نحن الاجراء العاجل هو القنص، وكذلك رفع الفضلات في الوقت والتصرف ذلك في المصبات العشوائيه والمصبات الرسميه، لان هي يمكن هي السبب الرئيسي في تنامي الكلاب السائبه. باش تعملوا حملات تحسيسيه؟ بالنسبه للحملات التحسيسيه عملنا جلسه مع الاداره الجهويه للصحه ان شاء الله في شهر سبتمبر، باش نقوموا بعمليات تحسيسيه وايام مفتوحه على طول الشهر اللي هو في 28 وين نوصلوا 28 سبتمبر اللي هو اليوم العالمي لمقاومة الكلب، وبعدها مباشرة ندخل في الحملة الوطنية 2024-2025 اللي هي الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب اللي يبدأ من 1 أكتوبر حتى 31 جانفي إن شاء الله.